Chihuahua. 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 راح فين يا بابا؟ تبعنا في المحاضرة هنا. هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. انا كنت بقول ايه؟ بوس الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن قلقتني يا استاذنا. الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد الشفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكلي وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبزه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحى بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. دكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، دي فرصه سعيده. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعده المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا الكبير. اهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك $800. $800؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي الله العافية. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة؟ و $800؟ تشرب شاي الياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Defines xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmad Morgan. Excellent! Bravo! Dismissed!
دكتور اسماعيل، انا متاكده ان النتيجه فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. انت بتشككي في ايه يا دكتوره جيهان؟ عمليه التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقه والشفافيه. الراجل ذاكر واجتهد، وانا امتحنته بنفسي، ومش انا لوحدي بس، في استاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. انا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتوره جيهان، النتيجه طلعت واعتمدت خلاص، وارجو ان الخلاف السياسي اللي بينك وبين الاستاذ مورجان ايام الانتخابات ما ياثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكليه. تكونيله في خبيركم، مش مكسوفين من نفسكم؟ الهاني مقابله مقبول بالعافيه، وحضرتك صعد في ماده، وابوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الاول على الدفعه كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا ما لما الخون في 60 حاجه خايبين وساقطين؟ قولوا لي اجيب لكم درس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم كل واحد اعتمد على نفسه، وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان، أو يقال ميم الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبيلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخارج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3-0 لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين. احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجدة للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش راية مفيش صفارة. ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان. ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع.
ماشي من ناحية شمال هيثم دبور، تلاتة تلاتة، هي العبرادية، هي دي، هوبا، الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، خلصت الماتش يا ابني، خلصت الماتش يا مورجان، أربعة تلاتة، جيت الدنيا إزاي؟ أنت أكيد من عالم تاني، روعة يا مورجان روعة، مورجان أحمد مورجان، العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه، واحنا عملنا اللي علينا، واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه، والحقيقه احنا بنشكر الجماهير.